في هذه الحصة سنتابع عزيزي الطالب التدرب على مهارة التلاوة، والتي فيها سنسلط الضوء على المد اللازم الكلمي، وكذلك سنركز على قراءة الطلاب للقرآن الكريم تلاوة واضحة مفهومة من سورة مريم من الآيات المحددة للطالب في ذلك. سيتعرف الطالب إلى مفهوم الحرف المشدد، والذي هو حتى في اللغة العربية حرف مكرر مرتين متتابعتين، الأول ساكن والثاني متحرك، ككلمة حاج في كلمة جيم، ككلمة حاج حرف الجيم، أعتذر. أما المد اللازم هو إطالة الصوت بحرف المد إذا جاء بعده حرف ساكن سكونا أصليا أو حرف مشدد. يقسم هذا المد للمد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي. ثم سننتقل إلى درس حقوق الإنسان في الإسلام، وهو حق العمل، حيث يعد هذا الحق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهمة للإنسان، فهو يساعده على تأمين احتياجاته ويوفر له مستوى معيشي لائق. كذلك سيتعرف الطالب إلى مفهوم حق العمل ومشروعيته، فالذي يقصد به أن يمارس كل فرد قادر على العمل ما يناسبه من الأعمال المشروعة التي تحقق له وللمجتمع منافع مادية أو معنوية. ويحث الإسلام على العمل ويدعو الناس إلى ممارسة المهن، فذلك يغنيهم عن سؤال الناس ويحفظ كرامتهم وشأنهم. هذا بالإضافة إلى مظاهر اهتمام الإسلام بحق العمل، حيث سنتعرض في هذا الدرس كيف اهتم الإسلام بحق العمل، إذ إنه حث الإنسان القادر على العمل أن يعمل وألا يتكل على غيره في تحصيل رزقه. وكذلك حث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المرء لنفسه حرفة يعتمد عليها في تحصيل رزقه، وذكر في ذلك أدلة من السنة النبوية والقرآن الكريم. كذلك لابد أن يعرف الطالب ما هي حقوق العمال، كالحرية في اختيار العمل المباح، وأن يكون الدخل مكافئاً للجهد الذي يبذل، وأن يعطى العامل أجره دون انتقاص، وأن يحسن صاحب العمل إلى العامل ولا يكلفه فوق طاقته ولا يشق عليه. وهكذا ننتقل إلى ما يسمى بواجبات العمال، فكما لهم حقوق لابد أن يعرفوا أن لهم العديد من الواجبات، فمنها أن يكون هذا العمل مشروعاً في التعليم، الصحة، التجارة، الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا، أو العلم بالعمل والخبرة فيه ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة فيه، كذلك الأمانة وعدم الغش، وعدم الغش والخيانة في العمل، وإتقان العمل وأداؤه بأحسن صورة، كما حبذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه قال إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه